رمضان في القصر معرض منظم بقصر المعارض. في هذا الفضاء يوفر مجمع الصناعات الغذائية أجرو ديف مواد واسعة الاستهلاك للمواطنين بشكل يومي. تقريب المؤسسات المنتجة من الزبون هو هدف تنظيم هكذا معارض خلال شهر رمضان الفضيل. مدى بنا نوفر المواد واسعة الاستهلاك للمواطنين، إن شاء الله نكون عند حسن الظن. كان إقبال كبير من عند المواطنين، الحمد لله المنتوج تاعنا راه يمشي. كل يوم عندنا ببري 20-30 كانتو دو فارين نوفروها، يعني على حسب المقدور. مؤسسات خاصة تشارك في المعرض بمنتجات مختلفة وبأسعار المصنع بشعار من المنتج إلى المستهلك. شركة سخرت كان الإمكانيات، درنا لي بوينت فونت براس كاع في الولاية باش تكون مادة الزيت ولا هذا السميد اللي رايح على شوية، راك تعرف لاشارج على هذه المادة. درنا لي بوينت فونت المواطنين، الحمد لله عندنا إقبال تاع المواطنين يوميا سخروا. شوف براس شاك ستون عنده أن كاميون سواء سميد ولا زيت، شاك جور 200 ساك، إمبالة تاع 5 لتر زيت، وعندنا براس كان بالة تيدمي دي فاين بالات تاع 2 لتر. زوار معرض رمضان في القصر اعربوا عن ارتياحهم لاسعار المنتجات المعروضه. هذا الاشكال سميد عندكم فوق اسعار بارابور خير من برا. كي سميد لابال سكتر ما شاء الله، سميد هنا خد دير 10 كيلو 50,000، برا يضحك حتى ل 90-85. الحمد لله الاسعار تاعهم هنا خير من برا. بارابور لقينا راحتنا في لافوار. انا من جهتي نشجعهم لاخاطرهم يبيعوا بري تاع الوزين. برا راه يدير 90، هنا راه يدير 50. شكارا فرينا يدير عندهم هنا 30-10 كيلو 5 كيلو، برا يدير 9,000-8,000 كيلو. تنظيم فضاءات ومعارض تجارية ساهم في توفير بعض المواد الأساسية خاصة من هذا الطلب الواسع، لتبقى أسعار بعض المواد الأخرى مرهونة بقانون العرض والطلب.